أبنائي وطلابي بالصف الأول أهلا وسهلا بزهرات وأشبال فلسطين لقاءنا اليوم أبنائي وطلابي يهدف إلى عمل مراجعة على ما تم أخذه في الفصل الأول جاهزين نعمل مراجعة؟ نعم. جاهزين. يلا نبدا ابنائي وطلابي الحلوين مع السؤال عن اليوم كما هو ظاهر معنا عن الشاشه احنا اخذنا ان الاسبوع كم من يوم في الاسبوع سبع ايام طب لو راجعناهم على السريع اول شيء اول يوم السبت الاحد انتم طب ما هو اليوم الظاهر معنا هنا اليوم؟, اليوم الخميس أحسنت يا رهف اليوم الخميس كما هو ظاهر معنا على الشاشه طب اذا سالت ابنائي وطلاب الحلوين ما هو اليوم السابق ليوم الخميس نعم يا رهف اليوم الاربعاء برافو عليكي شاطرة السابق ليوم الخميس يوم الأربعاء طب إذا سألت أبطالي الحلوين ما هو اليوم التالي ليوم الخميس محمد يوم الجمعة اليوم التالي ليوم الخميس برافو عليهم ابنائي وطلابي بالصف الاول، طب اذا سالتكم الان يا ابنائي عن الساعه اللي ظاهره معنا على الشاشه، مين البطل الرائع من المميزين بالصف الاول بده يخبرني، كم الساعه الان كما هي ظاهره امامك؟ زمان الساعة الثامنة تماما الساعة كمان مرة ما سمعتك؟ تماما الساعة الثامنة تماما، طيب كمان ساعة؟ إذا زدنا على الثمانية كمان ساعة كم تصبح جاد؟ أنا فكرت الساعة تمام. برافو عليك هو عنده ساعة ثمانية لما زدنا كمان ساعة فكر مثل ما أخذنا في درسنا عن درس الساعة تصبح لدينا الساعة التاسعة طيب الآن بدنا نبلش حصتنا ولقائنا لليوم بعمل نشاط انا جهزت لكم اياه انا سميته نشاط الطابات والاطواق عن ماذا يتحدث هذا النشاط انا قسمت اربع مجموعات كل مجموعه لها لون خاص الان بدي اخلي البنات والاولاد في البدايه كل واحد منكم يقوم يختار تاج هو حاب يلبس هذا اللون اتفضلوا اختار التاج اللي انت حاب تلبسه اتفضل الاولاد لو سمحتم لما تلبس تعال على هذه الجهه البنات الحلوات المميزات اتفضلوا على هذيك الجهه عشان نعمل الان سباق برافو اساعد حدا الله ما اجملهم الابطال الحلوين يلا ابنائي ننفذ النشاط اعطيكم تعليمات للنشاط الان مع الصافره بدنا نبلش نناقل الكرات الى اطواق حسب لون التاج اللى انت لابسه حسب الوان الفرق الموجوده المره الثانيه لما تسمع صوت الصافره نتوقف جاهزين يلا استعداد طيب شكرا لكم ابنائي وطلابي مع بدايه الصافره بلشتوا بالنشاط مع انتهاء الصافره توقفتم الان ايش بدنا نعمل الان احنا عنا اربع من الفرق الفريق الاخضر والفريق الاحمر والزهري واخيرا الفريق الازرق نبدا اولا مع الفريق الاحمر اتفضل الفريق الاحمر عندنا صديقنا نور وصديقتنا رهف الآن علشان نعد كل مجموعة كم كرة جمعت جبنا سلة بدنا نضعها أمام الطالب الشاطر نور الآن يا نور اتفضل أنت عد كم كرة جمعت أنت وزميلتك الرائعة رهف ابدأ بصوت عالي إذا أكمن من كرة جماعة يا نور أنت ورهاف؟ تسعة اكتبي من فضلك العدد تسعة على اللوح عند لون المجموعة التي تشير لكم تسعة أحسنتي ارجع يا رهف أنت نور شكرا كثير طيب الفريق الثاني الفريق الأخضر طيب تعال يا فريق الأخضر عنا سلمى وعنا مين محمد يلا يا سلمى ومحمد نضع السلة أمامكم عشان يكون عدكم صحيح تفضلي ابدأ يا محمد برافو عليك يا محمد اذا الفريق الاخضر اكم من كره جماعه يا محمد انت وسلمى ثلاثة. ثلاثة عشر تفضلي اكتبيها عند لون الفريق انا خليني اثبت لون الفريق للجميع علشان اسهل بعدين عنا مين بعدين عنا الزهري بعدين عنا الازرق برافو عليكي ثلاثة عشر احسنتي الان الفريق الازرق من غير ما نعد تعال تفرج بعينك انت وزميلتك الان الفريق الزهري جاد تفضل يا جاد بعد اذنك تفضل كم من كره يا جاد جماعه انت والرائعه ملك اربعه اربعه تفضلي يا ملك أكتبين العدد اربعه عند لون فريقك احسنتي رائعه واخيرا الفريق الازرق تفضل يا جاد انت وجمان كم من كره جمعتم خمسة تفضلي يا جمان اكتبي لنا العدد خمسة عند اللون الأزرق شكرا طلابي تفضلوا اقعدوا أماكنكم لو سمحتم برافو عليكم أضبطها بس شوي أنا أضبط الخمسة تبعتك برافو عليك رائعة طيب تمام انتبهي معي الآن كل فريق جمع كرات حسب نشاط ذاك الفريق كلكم فايزين كلكم رائعين بس بدنا نشوف مين الفريق يلي أخذ المركز الأول برأيكم يا أول من الأعداد الموجودة أمامكم مين الفريق الفائز كنا مع بعض الفريق طيب ليش حكيتم الفريق الأخضر؟ ليش ما حكيناش الأزرق أو الزهري؟ مين يحكي لي ليش اخترنا الفريق الأخضر؟ محمد؟ برافو عليك، شاطر لأنه أكبر عدد موجود عنا هون العدد 13، أطول بطاقة المركز الأول من بين البطاقات اللي أنا مجهزهم تمام، إذا المركز الأول حصل عليه الفريق الأخضر، برافو عليكم، نكتب كمان عنده نضع العدد خليه يكون واضح 13، طيب المركز الثاني يا أول من الذي حصل على المركز الثاني؟ تفضل يا نور برافو عليك بطل ورائع إذا الذي حصل على المركز الثاني الفريق الأحمر كم جمع الفريق الأحمر؟ كم جمع؟ جمع تسع كرات أو تسع طابات برافو طيب من حصل على المركز الثالث؟ جود خلينا نسمع جود برافو عليك يا جود كم جمع الفريق الازرق برافو عليك يا بطل يا شاطر جمع نطول الرقم خمسة خمس طابات وأخيرا من الذي حصل على المركز الرابع كنا سوا اللون الزهري كان الفريق الزهري هو الذي حصل على المركز الرابع، طيب الان اذا بدنا احنا نشجع الفريق الاخضر نشجع <applause> الذي حصل على المركز على الأول. المركز الاول، طيب اذا خليني امسح تحت عشان نركز على الاعداد الموجوده معنا في البطاقات تمام إذا تفرجنا يا أول على الأعداد الموجودة أمامنا يلي رتبناهم حسب الفائز أول، ثاني، ثالث، رابع أنا ملاحظة هون الأعداد يا أول مرتبة ترتيب رهف برافو عليك يا رهف ترتيب التنازلي الترتيب التنازلي تنازلي تنازلي تنازل نقلوني إياهم كمان مرة يا أول ثلاثة برافو عليكم يا أبطال وشطار طيب إذا طلبت من حدا من أبطال المميزين بالصف الأول يجي عندي ويرتب لي الأعداد ترتيب تصاعدي من يخرج؟ من يخرج تفضلي يا جمان إذا طلبنا يا جمان ترتبينا تصاعدي تصاعدي تفضلي يا جمان الرائعة فرجينا كيف بدك ترتبي أربعة. رائعة رائعه يا جمان رائعه وبطله طيب جمان لما بدنا نرتب ترتيب تصاعدي عن ماذا نبحث من الصغير الى الكبير احسنتي يا مميزه اذا اعتقتنا الرائعه جمان رتبتنا نفس الاعداد ترتيب تصاعدي بدات من العدد الصغير وصولا الى العدد الكبير طيب انتبهوا معي يا اول انا شايفه خلينا بس نشيل شويه اشياء هدول خلصنا منهم عشان نعمل في الترتيب التصاعدي اللي عملته زميلتنا جمان شيء جميل طيب نحطهم انا ملاحظه يا اول انه الاعداد الموجودة معانا في عدد منهم من منزلتين مين البطل الشاطر بيعرف هذا العدد ملاك ثلاثة إذا الثلاثة عشر هي عدد مكون من منزلتين المنزلة الأولى آحاد والمنزلة الثانية عشرات طب إذا سألت أبناء الشطار ما هو العدد السابق للثلاثة عشر؟ نعم يا نور رائع إذا العدد السابق اثنى عشر طيب ما هو العدد التالي للثلاثة عشر؟ نعم يا رهف رائعة إذا العدد التالي ثلاثة عشر أربعة عشر طيب يا أول أنا ملاحظة خليني أمسح نرفع الأعداد شوي لفوق عشان نعمل هذا النشاط الجميل أرفعهم فوق عشان الكل يشوف طيب مين من أبناء الشطار بالصف الأول بدو يحكي لي ممكن نعمل من هذه الأعداد جملة جمع أو جملة طرح؟ مين بحب يفكر معاي مين فكر من ابناء الشطار رهف تفضلي ايش فكرت يا رهف فكرت اعمل جمله جمع بدها تعمل لنا جمله جمله جمع طب تعالي نشوف يا رهف اتفضلي ابداي تفضلي يا اموره يا جميله اربعه زائد خمسه تسعة. رائعة رائعة جدا إذا رهف سوت جملة جمع جميلة مثلها أربعة زائد خمسة يساوي تسعة طيب إذا سأل الطلاب الحلوين في الصف الأول مين منكم بيقدر يفكر معي ويجي كوننا جملة طرح من نفس الأعداد مين بيقدر يكولنا جمله طرح اتفضل يا محمد نكتب جمله طرح جمله طرح ناقص رائع بطل أحسنت يا محمد رائع بطل يا محمد تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة شكرا يا محمد البطل شكرا شكرا طيب إذا بدي أسأل وأنا بعرف طلابي بالصف الأول أذكياء ورائعين طيب إذا ممكن حدا ثاني يطلع شكلنا كمان جملة طرح تفضلي يا سلمى يلا سلمى الحلوة ممكن تشكلنا كمان جملة طرح يلا يا سلمى تفضلي رائعة يا سلمى تسعة ناقص أربعة تفضلي مكانك يساوي خمسة إذا أبناء الشطار من جملة الجمع كونا جملتين طرح من هذه الفكرة بدنا ننطلق إلى نشاطنا الثاني يلي بتحدث عن جمل الجمع وجمل الطرح جاهزين ننتقل؟ لا. يلا أبناء الحلوين إلى النشاط الثاني ورجعنا ابنائي وطلابي المميزين في الصف الاول، الان مكان ما توقفنا في النشاط الاول عند جمله الجمع وجمله الطرح، بدنا ننفذ هذا النشاط الجميل. نشاطنا عن شو بحكي اول؟ بدي اقسمكم لمجموعتين. المجموعات بدنا نتعاون، نتشاور، بدنا نعملها كسباق بين المجموعه الاولى والثانيه، جاد، انت جاهز تعمل معنا النشاط؟ طيب، عن شو بحكي النشاط؟ تفضلوا تفرجوا معي انا هنا كتبت لكم جملة جمع وجملة طرح الان شو المطلوب منا ابنائي وشطاري بدنا الفريق الاول يكتب يفكر مع بعضه يكتب لنا جمل جمع نفس الشيء الفريق الثاني بعدين نتوقف بنبدل الفريق الاول مع الفريق الثاني بنكتب الجمله الطرح المناظره لجمله الجمع بعدها بنشوف مين الفريق الفائز جاهزين تلعبوا معي نعم بدي اعمل هذا النشاط استثنائي على السجاده على الارض بدنا نعطي افكار مختلفه عن لعبه المجموعات على الطاولات نعملها على السجاده اتفضلوا الان قسموا حالكم في المجموعات مثل انتم ما بتحبوا تقعدوا قسموا حالكم اسفه تفضلوا الآن زمان وفريقنا الأول وفريقنا الثاني قسمتوا حالكم بالطريقة اللي إنتو حبيتوها تمام الآن شو بدنا نعمل إحنا يا أول بدنا نكتب جملة جمع بعدين بدنا نبدل ونكتب جملة الطرح المناظرة لهم جاهزين <applause> إبدأ تشاوروا مع بعض ابدأ بدلوا كل واحد يكتب جملة جمع من فضلكم عشان الكل يشارك معنا صح يلا روح اكتب جملتك يلا مين الثاني بدلوا بطل خلصتم برافو عليك يا جاد وقف هناك عند اللوح من فضلك الفريق الأول أنهى نشوف الفريق الثاني شاطر يا محمد بساعد في جود بطل برافو عليكم اتفضل الان مين بده يحمل البطاقه مالك بتحبي انت تحمل البطاقه تفضلي الان شو بدنا نعمل يا اول الفريق في المره الاولى كل فريق كتب جمل الجمع اتفرجوا شو بدنا نعمل رهف حبيبتي اتفرجي يا ماما معي اتفرج معي الان بدنا نبدل المجموعات اتفضلي روحي على مجموعتك جاء اكتبوا جملة الطرح المناظرة لجمل الجمع وانت يا جاد تفضل عند مجموعتك اكتبوا جمل الطرح المناظرة لجمل الجمع اساعدكم انا بساعدكم يلا تعاونوا اعطيكم لون احمر اعطيني يا محمد اعطيكم لون احمر يا محمد عشان نميز نبدأ شطار بتشاوروا رائعين برافو صح صح خلصتوا الفريق الأول برافو عليكم شطار اتفضلوا ارجعوا مكانكم يلا يا محمد أنهينا مين مسؤول يحملها يجيبها ويجي عندي يلا يا ملك جيبيها اتفضلوا مكانكم يا محمد شكرا كثير لكم الآن الفريق الأول والفريق الثاني أنه كتابة جمل الجمع وجمل الطرح ولكن أنا لاحظت المجموعة الأولى كانت أسرع شوية برافو عليكم الآن شو بدنا نساوي؟ بدنا نتناقش أنا وإنتم ارجع يا ملك بدنا نضعها أمامنا على اللوح ونتناقش أنا وإنتم بالإجابات والجمل اللي كتبتوها تمام تعالوا نشوف شكرا يا جاد إلك شكرا يلا جلسنا مكاننا يا اول إذا أبنائي وطلابي بالصف الأول هيك بتكونوا أنهيتوا من خلال آه خلال المجموعات التعاونية كتابة جمل الجمع وجمل الطرح. تعالوا نتناقش أنا وإنتوا ونشوف إيش كتبتوا وليش كتبتوا بهذه الصورة. تعالوا نشوف أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة برافو. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة عملية الجمع بأضحهم مع بعض برافو عليكم علشان هيك بيطلع عنا الناتج أكبر مساوي أو أكبر شوي طيب الآن مين كتب هنا في جمل الطرح؟ تعي طيب رهف إيش الجملة اللي كتبتيها؟ نقص. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة جملة الطرح المناظرة لها كتبت رهف عشرة ناقص اثنان يساوي ثمانية ليش كتبتيها بهذا الشكل يا رهف؟ ارفعي صوتك انت فكرتي انه ايش؟ ارفعي صوتك انا فكرت انه بنرجع الجوع من عند الجمع بدها تضع العدد الكبير في الأول برافو عليك فصارت عندها جملة الطرح المناظرة للجمع مكتوبة بشكل صحيح شكرا كثير يا رهف مين كتب هذه الجملة؟ تعالي يا جمان قرأينا أنت شو الجملة اللي كتبتيها؟ يساوي أربعة. برافو عليك وهي مناظرة لجملة الجمع أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة برافو عليكم المجموعة الأولى أحسنتم إذا انتقلنا للمجموعة الثانية كتبوا في جمل الجمع خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية وسبعة زائد اثنان يساوي تسعة مين كتب جمل الطرح المناظرة تفضل يا محمد معنا محمد إنت شو كتبت طب انت كتبت 8 ناقص ثلاثة يساوي خمسة شو فكرت لما كتبت يا محمد؟ فكرت العدد الكبير في الطرح الاول برافو عليك، هو فكر انه بده يبحث عن العدد الكبير يضعه بالاول، طب إذا سألتكم سؤال عن جمل الطرح، العدد اللي بكون اول شيء في عملية الطرح أو جملة الطرح، شو بنسميه؟ المطروح منه بنسميه المطروح منه ثم المطروح واخيرا ناتج الطرح طيب يا اول شكرا كثير يا محمد انا بدي اسالكم سؤال مثل لعبه حذر فكر مثل لعبه حذر حزر فكر حذر فكر, حزر فكر يا اول اتفرج معي حذر فكر تسعه ناقص كم يساوي سبعه من البطل الشاطر بده يفكر معي ويطلع يفرجينا اياها تعالي يا رهف انا فاكرين. محمد هات امسك معك هات يا عمري تسعة برافو عليكي اذا تسعة ناقص ازبطها انا بخطي عشان انا خطي اكبر شوي رائعة برافو عليكي يا رائعة تسعة ناقص اثنان يساوي سبعة، هياتها يا اول عملناها احنا هون، أنتو كتبتوها، أنتو يا أول كتبتوها، تسعة ناقص اثنان يساوي سبعة. هيك بنكون في هذا النشاط أبنائي وطلابي بالصف الأول عملنا مراجعة على جمل الجمع والطرح، الآن بدنا ننتقل إلى نشاطنا الأخير يلي بتحدث عن القياس. قبل ما ننفذ النشاط بدي أسألكم سؤال، ذكر شوي أدوات القياس التي كانت تستخدم في الماضي قديما أكم من أداة كانت عندنا إحنا تستخدم يلي أخذناهم في الرياضيات أكم من أداة تعال نحكيهم أنا وإنتم أش... الباع. القدم. من عند القدم أبنائي بدنا ننتقل إلى هذا النشاط الآن أبنائي بعد ما عملنا مراجعة على أدوات القياس التي كانت تستخدم قديما وحكينا إنها أدوات غير دقيقة تعالوا معي اتخيلوا هون مخطط لحي نربط شوي مع مادة الوطنية أخذنا الحي في مادة الوطنية الحارة اللي إحنا بنسكن فيها صديقتنا رهف وصديقتنا جمان سكنين بنفس الحي فكروا مع بعض قالوا مين أقرب انا رهف اقرب الى بقاله القدس ولا جمال اقرب الى بقاله القدس اتفقن يعملوا قياس من بيتهم الى البقاله باستخدام القدم الان بدنا نشوف مع زمان ورهف نبدا مع رهف قيسين المسافه من منزلك الى بقاله القدس باستخدام اداه القياس القديمه القدم ابدأي تسعة مهلك عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر تقريبا اربعة عشر تقريبا اذا المسافه من منزل رهف الى بقاله القدس كم يا رهف اربعة عشر تقريبا ابنك اكتبها اربعة عشر هنا اربعة عشر نضبطها شوي نخليها بالنص طيب الان استني يا رهف على جانب خلينا نعطي مجال لجمان جمان الآن بدك تقيس المسافة من منزلك إلى البقالة بواسطة قياس القدم ابدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تقريبا تسعة تقريبا شكرا يا جمان إذا تسعة تقريبا طيب الآن أبنائي تعالوا يا رهف يا جمان عندي. الان ابنائي الحلوين يلي قاعدين محمد يلا نتفرج معاي، الان يا اول اذا سالتكم سؤال مين الاقرب رهف ام جمان؟ نعم يا سلمى. جمان. اقرب، طيب اذا طلبت من حدا من طلاب الحلوين يخرج الى اللوح ويضع الاشاره المناسبه، من يخرج؟ تعال يا نور، تفضل يا نور. اعطيك لون ثاني خلينا بالازرق معلش، يلا. أحسنت التسعة أصغر من الأربعة عشر برافو عليك شكرا يا نور الآن بدي ناس شاطر من طلابي الحلوين يجي عنا يحددنا التسعة على خط الأعداد وكمان بدنا نشوف موقع الأربعة عشر على خط الأعداد من يشاركنا؟ مين يخرج عنا يجي؟ تفضلي يا جمان تفضلي الأن أبنائي بدنا نشارك زميلتنا جمان نشوف كيف بدها تحدد لنا العدد تسعة على خط الأعداد، تفضلي يا جمان أين يقع العدد تسعة على خط الأعداد؟ رائعة، برافو عليك يا جمان، شاطرة. أحسنتي، إذا العدد تسعة على خط الأعداد، طيب تمام، الأن زميلتنا جمان مثلتنا العدد 9 على خط الاعداد بدي طالب ثاني رائع وشاطر مثل جمان يمثل لنا العدد 14 على خط الاعداد مين بحب يشاركنا تفضلي يا رهف تفضلي يلا 10 11 12 13 14 شاطره ايوه بطلة رائعة رائعة أربعة عشر إياها بخطك الحلو شطورة رائعة رائعة هيك شكرا يا, يا رهف ارجع مكانك هيك أبنائي وطلابي بنكون في لقاء اليوم عملنا مراجعة على ما تم أخذه بالفصل الأول إلى هنا بنكون وصلنا إلى نهاية لقائنا أستودعكم الله في لقاء آخر في حفظ الله ورعايته السلام عليكم